اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل النهاردة مع بعض قلب، طريقة سهلة وبسيطة ومش بياخد وقت، وطريقته سهلة للمبتدئين. كل اللي هنعمله ان انا اشتغلت 56 سلسلة، عملت عقدة البداية وارتفعت 56 غرزة سلسلة عادية. هسيب الغرزة اللي فيها الابرة واروح للغرزة اللي بعديها على طول، وهشتغل فيها 2 غرزة حشو كده، واحد في نفس المكان هدخل واعمل كمان واحدة، يبقوا كده 2. هروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل برضو فيها 2 غرزة حشو كده، واحد وفي نفس المكان هدخل واعمل كمان واحدة كده 2. هروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها 2 غرزة نص عمود كده، اول غرزة نص عمود في نفس المكان هدخل واعمل غرزة نص عمود كده 2. والغرزة اللي بعديها على طول برضو هشتغل فيها 2 غرزة نص عمود كده، واحد في نفس المكان هشتغل كمان واحدة غرزة نص عمود كده 2. هشتغل في 15 غرزة سلسلة، هشتغل فيهم 2 في كل غرزة، 2 غرزة عمود بلفة. هروح هنا عند اول غرزة هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، واحد في نفس المكان هدخل واعمل كمان واحدة كده 2. هروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، كده تاني غرزة في اللي بعديها على طول هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة، واحد وفي نفس المكان بدخل واعمل كمان واحدة كده. اشتغلت 3 غرز، عملت في كل غرزة 2 غرزة عمود بلفة. اشتغل في الغرزة الرابعة برضو 2 غرزة عمود بلفة، والغرزة الخامسة برضو هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة والغرزة السادسة هشتغل فيها برضو 2 غرزة عمود بلفة والغرزة السابعة هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة والغرزة الثامنة هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة والغرزة التاسعة هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة والغرزة العاشرة هشتغل برضو فيها 2 غرزة عمود بلفة وفي الغرزة الحداشر هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة وفي الغرزة الاتناشر هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة وفي الغرزة التلاتاشر هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة والاربعتاشر برضو هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة في الغرزة الخمستاشر هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة يبقى اشتغلت في غرزتين، عملت فيهم في كل غرزة 2 حشو، وبرضو اشتغلت في غرزتين عملت في كل غرزة غرزتين نص عمود، وبعد كده اشتغلت في 15 غرزة عملت في كل غرزة 2 غرزة عمود بلفة. دلوقتي هشتغل في 8 غرز، هعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة كده، اول واحدة، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة واحدة برضو كده 2، واللي بعديها هشتغل فيها واحدة كده 3، واللي بعديها هشتغل فيها واحدة كده 4، واروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة واحدة كده 5، والغرزة اللي بعديها غرزة واحدة كده 6، والغرزة اللي بعديها غرزة واحدة كده 7، والغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة واحدة كده 8 غرز. في كل غرزة عملت غرزة عمود بلفة واحدة، بعد كده هروح للغرزة دي اللي بعديها على طول وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة، واحد
2 وبعد كده هشتغل سلسلتين، وفي نفس الغرزة اللي عملت فيها الاتنين غرزة عمود بلفة هدخل فيها وهشتغل كمان 2 غرزة عمود بلفة كده، 1 كده، 2. هكرر اللي انا اشتغلته تاني، هشتغل 8 غرزة عمود بلفة، في كل غرزة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة واحدة، كده 1 كده، 2 كده، 3 كده، 4 كده، 5 كده، 6 كده، 7 كده، 8. بعد كده هشتغل 15 غرزة، هشتغل في كل غرزة 2 غرزة عمود بلفة، نفس المكان بدخل واعمل كمان واحدة كده، اول غرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 3، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 4، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 5، والغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 6، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 7، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 8، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 9، واللي بعديها برضو هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 10، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 11، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 12، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 13، واللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده، 14، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة، يبقى كده 15. يبقى انا كده خلصت 15 غرزة اللي بشتغل في كل غرزة 2 غرزة عمود بلفة. هيتبقى معايا 4 غرز، هشتغل في غرزتين، هعمل في كل غرزة غرزة نص، غرزتين نص عمود كده، 1، في نفس المكان هدخل واشتغل غرزة نص عمود كده، 2، والغرزة اللي بعديها على طول هشتغل فيها 2 غرزة نص عمود بقى معايا غرزتين، هدخل في كل غرزة واشتغل فيها 2 غرزة حشو في الغرزة الأخيرة، هشتغل برضو فيها 2 غرزة حشو كده، 1، في نفس الغرزة هشتغل كمان واحدة. بعد كده هقص الخيط الزيادة، يبقى انا اشتغلت في اول الدور 2 غرزة حشو في غرزتين، عملت في كل غرزة 2 غرزة حشو، وفي نهاية الدور برضو اشتغلت في 2 غرزة حشو، زي ما ببتدي زي ما بنهي، وهلف بالشكل ده كده، واروح الناحية التانية هلف برضو بالشكل ده كده،
هكون معي قلب، بعد كده هلف الشغل على ظهره، هجيب إبرة التنظيف وحطيت طرف خيط من الخيط الزيادة اللي أنا كنت سايباه في إبرة التنظيف، حاول أخيط الطرفين في بعض اللي هو الطرف ده والطرف ده من غير ما يبينوا، هخيط بنفس الطريقة كده وهثبتهم وارجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي. خيطت الاطراف من ورا في الشغل من بعضه، تكون معايا بتظهر بالشكل ده كده الوش، قلب بسيط بالكروشيه وشكله جديد. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.